فيها مدخل نخليك شكرا الله معك شكرا الله سلام عليك ولا شيء سنين صلاة الساعة السادسة من المغرب Jesus قدوس من دي ماننا وحنا البشيبك أتارينا أمين متى جاء المعزي روح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو أعلم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم أتي إليكم لو كنت تحبون لكم تفرحون لأني أمضي إلى الأب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم أنه قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنوا لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم أتي وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا فأقوم ننطلق من ها هنا أنا هو الكرم الحقيقي وبكرم كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع كل ما يأتي بثمر ما قيل يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم روحك القدوس الذي استوسع ثالثا لا تنزعه منا أيها الصالح لكن جدد في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله وروحا مستقيما جدد في عشائي لا تراني من قدام وجهك وروح القدوس لا تنزعه مني يا رب الذي ارسلت روح قدسك على تهامي قديسين واسكن مكرمين الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا ايها الصالح لكن نسالك ان تجدده في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما وحيا روح النبوة العفر والقداس والعدالة والسلطان والقادر على كل شيء أنت وضياء نفوسنا من يضيء لكل إنسانات العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقي الحامل أن نكون حسنا من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما بيوم ويا طريقنا إلى خلاصنا أيها الملك السماوي المعادي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك خلصنا ونج نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة دوس الله قدس القوي المجد لله والابن فقد مرضى شعبك اشفيهم يا رب ابانا واخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسنا ارحمنا اعنا صاصيوس قدوس من جين معلمنا متى البشير بركات علينا امين ولما أبصر الجموع صعد الجبل عندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله طوبى لصنع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات
طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم لأجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا وضعوها تحت مكيال، بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا يضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد الذي يا رب يا من في اليوم السادس والساعة السادسة ومرتع الصليب من أجل الخطيئة التي تجاسر عليها بني آدم في الفردوس، مزق خطايانا يا المسيح الآن ومخلصنا، أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحياة الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيا والمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طيشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، لا تذكر أحكامك السماوية كرأفتات. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايا، نحن بك نتوسل الذي ولد منك والدت للا العذراء كثيرة هي شفاعاتك ومقبولة عند مخلص نيت والأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم قادر على خلاصنا، لأن تألم من أجلنا كي ينقذنا، فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صنعت خلاص فصل الأرض كلها يا المسيح الآن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل أم تصل خير المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو، ونصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والية إله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم في الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا، نعظمك يوم النور الحقيقي ومجدك في العذراء في سعود إله. حقيقة بلا أنواح نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كريانا يسوع، كريانا يسوع يا رب ارحم، كريانا يسوع، كريانا يسوع يا ارحمنا يا رب، كريانا يسوع، كريانا يسوع اسمعنا
مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم جميعا الأجر السمائي. اللهم آل هذه القرابين قدس الكريمة وضحايانا والذين قدموها والابن القدوس واحد والروح القدوس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد أمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين. هللويا. Open note, open sotiris, es viejerestus. Jaski padine gona verboi teneron, avare heron, absotenero daftieto eron, aftito ten aventen sherieta. Ai, onusai. En sofon marinti uero popo sente barhe
خم پای و تو فای نم نه تیرن تبن آن خن هرینی نبن جپی پن تو کرتو رب شای سپن نوتی برو سبک ساستی شوی سبنوتی پی پانتو کراتور ابیو تن پن شوی سو پن نوتی او پن سو تریسو اوز بی اخرستوس نشکورک على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام إن مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين إن دعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي القمص وإخوتي الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعف يكون المحال لي من فم الثالوث القدس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن فم الاثنى عشر رسول ومن فم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول ومعلمنا القديس ساويرس والقديس ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا فم ذهب والقديس ثاودوسيوس والقديس باسيليوس والقديس كيرلوس والقديس غريغوريوس ومن فم الثلثمائة والثمانية العشر المجتمعين بنقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس ومن فم أبينا الطباب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا شنودة الثالث ومن فم حقارتي لأنه مبارك ومملوء مجد اسمك القدوس إيه.
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، بركته تكون مع جميعنا آمين. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. وجميع الأخوة الذين معي إلى كنائس غلاطيا، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح، هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى الأبد الآبدين آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم أيها الإخوة أن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة على ما سلمه إلي آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته ليعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر كيف أن الصفا، ومكست عنده 15 يوما. ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى نواحي سوريا وكيليكية، ولكني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله في نعمة الله الآب فتحل على أرواحنا جميعا آمين. الكاثوليكون من رسالة معلمنا يهوذا الرسول، بركاته على جميعنا آمين. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا، هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويبخ جميع المنافقين على جميع أعمال نفاقهم التي نافقوا بها، وعلى كل شيء صعب تكلم به عليه خطاة المنافقون. هؤلاء هم متذمرون ملومون سالكون بحسب شهواتهم، فمهم يتكلم بعظائم، يحابون الوجوه من أجل المنفعة. وما أنتم يا أحبائي فأذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم كانوا يقولون لكم إنه في الزمان الأخير سيأتي قوم طغاة يسلكون بحسب شهوات نفاقهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم يا أحبائي فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، ولنحفظ أنفسنا في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وبكتوا البعض عندما يكونوا مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعزة والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى ظهر الظاهرين آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم آمين. Jesus, name your name, Jesus, name.
فصل من قصص أباء الأطهار المشهورين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معي ومعكم يا أبي أخوتي أمين. ولكن ملاك ربي فتح أبواب السجن في الليل وأخرجهم وقال اذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه واجتمعوا في المجمع مع كل شيوخ بني إسرائيل وارسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروهم قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا على الأبواب، ولما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. لم تزل كلمة ربي متزاد في هذه البيعة وكل بيعة أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم
لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. Sumento agio e fange elio Kyrie evlogeson ento kata matheon adeion Evangelion to anonos ma خوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته. تراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلبهم يطلبونه. باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا، ربنا يسوع المسيح، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا الصبي فهذا هو العظيم في ملكوت السماوات. ومن قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني. ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في البحر.
ويل للعالم من العثرات، فإنه لا بد أن تأتي الشكوك، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرات. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن أعثرتك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. والمجد لله دائما، بنيات خنوم اسميني اسقوا وابد لغير قوبي ويكي ويكا طاب افرقني من راتين بخريستوس هربس بابي ناري يكون في جوز نبتل انتي سعود القوس دخل إلى العالم بحسد إبليس، هادمته بالظهور المحيم الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماء. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصام الرب. صلوا
بالسلامه كاملة والمحبه والقبلة الطاهرة رسولي يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير السماء السمائية بالمسيح يسوع ربينا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي ويسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا ورحمنا تقدموا على هذا الرأس قفوا بخوف ورعدة إلى الشرق انظروا مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل كل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين الذي خلق السماء والأرض والبحر
وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والكراسي، الأرباب والقوات. وإلى شرق انظروا، أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عينا، والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. قدوس قدوس بالحقيقة، أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك إلى الانقضاء، بل تعهدتنا بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. آه
تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وانعم لنا بالميلاد الذي من فوق من الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب قام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويجازي كل واحد كنحو أعماله برحمتك يا رب ولك خطايا ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين نظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكر آمين وباركه قد أساه
سماه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا. آمين. وباركها. تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بحوتك يا رب نبان أشهر وبقيامتك المقدسة وصولك
فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام مقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة حل علينا يا رب وعلى هذه القرابين بروحك القدوس كي تطهرها وتقدسها وتظهرها قدسا للقديسين او طيوي كمير انت غايب انسوما افواب انت ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه هو طيب ويسوف انتات ذاتيك انذاري انت اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا اذكر يا رب أبانا الطوباوي المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا شنودة الثالث صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية ومن أجل سائر أساقفتنا الأرثوذكسية والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل بين القمامسة والقصوص والشمامسة والإبوزياكونين والسبع رتب
كنيسه الله. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ودينتنا هذه وأسر المدن والقور والجزائر والأديرة. والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صوت مياه النهر في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا. أصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونخدم اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم جميعا الأجر السماء. وضحايانا والذين قدموا يا رب
الرب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرجوك منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثار القديسة المملوءة مجداً العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويروس ومعلم ناديوس قوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفام، والقديس ثاودوسيوس، والقديس ثاوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غريغوريوس الصانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرماني، والثلاثمائة والثمانية العشر المجتمعين بنقيام، والمائة والخمسين بمدينة القسطنطينية، والمائتين بأفسوس، وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس، والبار الأنبا بولا، والثلاثة أنبا مقارات القديسين، وجميع أولادهم لباس الصليب، وأبانا أنبا يؤنس القمص، وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وأبانا أنبا بولا طموحي وحسقيال تلميذ، وسيدي لبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهاد، والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، وأبانا أنبا إثيديروس القمص، وأبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين، وأنبا ويصا تلميذه، وكل مصاف قديسيك. هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. القارون فليقول أسماء بين القديسين البطاركة الذين رقدوا الرب ينايان بوس مجمعين، واغفر لنا Oh.
الأولى هائك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى تمام كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر النور آمين واهدي كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله الضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية غير الميتة آمين الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك اللذان لمسيحه ضابط الكل الرب إلهنا السلام لجميعكم ولروحك أيضا اللهم والد النور ورئيس الحياة واهب المعرفة صانع النعمة المحسن لنفوسنا كنز الحكمة كريات
معلم الطهارة مؤسس الدهور قابل الصلوات النقية معطي المتوكلين عليه من كل قلوبهم الأشياء التي تشتهي الملائكة أن تراها الذي أصعدنا من العمق إلى النور الذي أعطانا الحياة من الموت الذي أنعم علينا بالعتق من العبودية الذي جعل الظلمة التي فينا تضيء من قبل إتيان ابنك الوحيد بالجسد أنت الآن أيضاً يا سيدنا أنر عيون قلوبنا وطهرنا كاملين في النفس والجسد والروح قلب طاهر وشفتين نقيتين نجس رابدالة أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لكم مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نحن رؤوسكم وانصتوا بخوف من الله يرني فاسي اكتب اسمنا في صحف القديسين يا رب في ملكوت السماوات نادي الخطايا اريني واتسوى بس نبتي وشيس
أريم ما أبي أبشاي سنة جن ثوتي اسمي رؤون صوتي سامين كتب دهمت فوسي أبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين ثم أجيون كيما تيميون الاثنون إيسو كريستو تؤيوتو سيوهمون آمين أجوان تيميون سوما كيما لثنون إيسو كريستو تؤيوتو سيوهمون آمين سوما نم في أسنف أنت أمانويل بنوتي واي بيخن وماثمي أمين لنادي أمين 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 واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي اسلمه عنا على خشبه الصليب المقدسه بإرادتي وحدي عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطي عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة آمين اطلبوا عنا كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل ما نذكر في بيت تكون معكم رتلوا بنشيد قائلين هللوا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل
الأسرار المقدسة النقية السماوية يا رب. Yeah.